السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم تفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. هذا السند ضعيف، سند هذا ضعيف. طيب ما معنى العيافة والطرق؟ الطرق زر ضرب الرمل، تعرف ضرب الرمل؟ لا. تعرف المرأة العجوز التي كانت تمشي في الشوارع أولا تقول أضرب الرمل وأشوف البخت وتخطط خطوط بالبيض هذا ظني والله أعلم. نعم. في تفسير الطرق. والعيافة؟ والعيافة؟ أرجع لك العيافة إن شاء الله لأن في أكثر من قول أيضا. جزاك الله خير.